لكن هناك مسائل في بناء الدول ومسائل في الخلافات المزمنه والقضايا المزمنه ومما لا شك فيه ان النزاع الفلسطيني الاسرائيلي الذي يعتبر الاكثر طولا والاكثر عمقا والاكثر تعقيدا هو من مولدي هذا التطرف لانه يولد الاحباط ولان مساله القدس تعني الكثير بالنسبه رمزيه، هي رمزيه كثيرا بالنسبه لعدد هائل من المسلمين، كل هذا نعم يتاجر به ويكون نوعا من شماعه من اجل تغطيه مسائل اخرى، لكن في الحقيقه يتوجب ايجاد حلول لذلك، وفرنسا عندها معادله، معادله المبادره العربيه هي التطبيع الشامل والاعتراف مقابل الانسحاب والدولة الفلسطينية، المبادرة الفرنسية تقول ضمنا كل الامن لاسرائيل عبر ضمانات كاملة لكن مقابل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والمحفزات الاقتصادية للفلسطينيين، هذه رؤية اعتقد ولو عرضتها اسرائيل سيجد البعض في اسرائيل يوما ان فرنسا مهتمه بمصلحه اسرائيل ربما اكثر من بعض الاسرائيليين لان الارتياح الاسرائيلي للمشهد الاستراتيجي الان هو ارتياح للمدى القصير على المدى المتوسط مع انهيار الدول في الاقليم ومع صعود التطرف